مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بكل ربوع الوطن، لكن بعد العشي ضباب خفيف الذي سيميز صبيحة الغد السواحل الغربية، سحب من النوى العالية على المرتفعات الداخلية الغربية، لكن نشاط رعدي بشمال الصحراء مناطق الجنوب الغربي للوطن، مرفوق بأمطار احتمالا تكون رعدية بأقصى الجنوب الجزائري. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة بشمال الوطن، تتعدى 30 بشمال الصحراء، 31 بإليزي، 32 درجة بالنسبة لتندوف، 33 بأدرار، 32 درجة بإنصلاح، 29 ببرج بجي مختار، 24 درجة بتمدرة، ستجانتي تقارب 31 درجة بإنقزام. ظهيرة الغد بحول الله تبقى الأجواء إذا مستقرة، 32 درجة بالجزائر العاصمة، 31 بعنابة سكيكدا، 35 درجة بتيزي وزو، باتنا والجلفة، 33 بقسنطين سطيف، 36 بالبيض، تلمسان وهران مستغانم، 40 درجة بغليزان شلف ومعسكر، نفس المقياس بغردايا، 37 بالواد بسكرة، 42 درجة بولاية بشار، 47 ما بين الخط الرابط أدرار إنصلاح تقارب 45 درجة فيما يخص تندوف برج مختار إنقزام. لملاحة وصيد البحر نهار الغد، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر على السواحل الغربية، 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، لكن البحر مضطرب نوعا ما على السواحل الشرقية، سرعة الرياح معتدلة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، والرياح ستأتينا ضمن التيارات غربية شمالية غربية على السواحل الشرقية. أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها، نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و9 دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.